السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نكملوا فيه الشيمي ان شاء الله. الشيمي جينيرال بالنسبه للناس ديال الاس بي تي ولا الاف اس تي ولا البي سي جي ولا كذلك الناس، خصوصا الناس ديال البيولوجي يعني الناس ديال الاس ان، فراه كيتبعوا نفس يعني نفس هاد لي كور اللي كنديروا لكم ديال الشيمي جينيرال. دونك حنا مازال في لاطوميستيك، قريبا غنساليو لاطوميستيك ان شاء الله، غندير لكم لو طابلو بيريوديك لا كونفيغوراسيون الكترونيك الى اخره، غادي ندخلوا للتيرموشيمي. دونك حنا لاطوميستيك غنحاولوا نساليو ان شاء الله هاد لا سيمين. دونك اول حاجه غادي نشوفوا لا ماس مولير، لا المول الى ماس مولير، المول اي لا ماس مولير. اول حاجه في المول الى ماس مولير فكنشوفوا لا ماس دو نويو. لا ماس دو نويو عندها قاعده وحده اللي هي هذه، هي كتساوي زد فوا ام بي. انا غنشرح لكم حاجه بحاجه شنو كتعني، زائد ا موان زد فوا ام ان فوا ام ان. شنو كتعني زد؟ زد هي عدد البروتونات، عدد البروتونات، و ام بي شنو هي؟ هو لا ماس ديال البروتون، و ا هي عدد انويه موان عدد ديال البروتونات، و ام ان هي لا ماس ديال اش ديال النوترون. دونك هنا لا ماس ديال البروتون وهذا لا ماس ديال النوترون. دونك باش ما تدوخوش هاد لا ماس ديال البروتون وهاد لا ماس ديال النوترون كيتعطاوكم في التمارين، كيتعطاوكم على سبيل المثال غنشوفوا واحد السيري ديال ليكزيرسيس باش نوريكم باش هكا تشوفوا اكثر. دونك الا شفتوا معايا هنا شنو قال لك، دوني لا كونستيسيون ديال اش ديال هاد سي اي 2814، وقال لك هنا مثلا ديتيرميني لا ماس دو نوايو، هي السؤال الثاني ديتيرميني لا ماس دو نوايو، عاطينكم ام بي لا ماس ديال البروتون شحال كتساوي، لا ماس ديال النوترون شحال كتساوي، ام او لا ماس ديال الالكترون شحال كتساوي، وثابتات افوكادرو. دونك كيتعطاو يعني بلا ما توحلوا في المشاكل. دونك هذه لا ماس دو نوايو، القاعده ديال لا ماس دو نوايو هي زد فوا ام بي زائد ا موان زد فوا ام ان. عطاو مثال، على سبيل المثال عندنا قال لك اسيدي احسب لي لا ماس ديال النوايو ديال الكربون، الكربون عنده 6 نفترضوا عنده مثلا 15 عدد انويه الى اخره، حنا عطينا مثال. دونك عنده مثلا نفترضوا مثلا عنده، ولا نديروا هذا المثال نيت ديال السيليسيوم، شوفوا معايا غنديروا هذا المثال ديال السيليسيوم، يعني دونك غنشوفوا هذا المثال، دونك نطبقوا عليه لا ماس دو نوايو، عندنا زاد شحال؟ زاد هي 14 فوا ام بي، ام بي ديجا شفناها يعني قلنا ثابته ما كتبدلش، ديجا كنت درت لكم الفيديو اللي قبل هي هذه. دونك ام بي ما كتبدلش، لا ماس ديال البروتون ما كيتبدلش، هو 1 فوا 1.672 فوا 10 اس ناقص 24 غرام، ياك زائد ا موان زد، ا موان زد يعني 128 ناقص 14 اللي هي غتعطيكم يعني ناقص 14، غتحسبوها يعني عاديه بالكالكيل، كتحسبوا ديما نحسبوا اللي في بين قوسين هو الاول وحطوا القيمه ديالك، فوا ام ان، ام ان عطاو لنا هنا ام ان راه ما كتبدلش هذا الدراري، فوا اي اكزرسيس غتبقى لكم هي نفسها 1.675 فوا 10 اس ناقص 24 تاهي بالغرام، تاهي بالغرام فوالا. دونك غتحسبوها عادي يعني شي حاجه تخي فاسيل، ماشي شي حاجه بحال مثلا حنا 28 غتنقصوا 28 ناقص 14 غتبقى لكم هنا 114، دونك هنا 114 سو سامبل. دونك غتحسبوها راه غتخرج لكم، باش كتخرج لكم راه عادي يعني ضربوا على الغرام الغرام باش غتبقى لكم. دونك هذه هي لا ماس ديال اش ديال النويو، لا ماس ديال النويو شفناها. دابا غنشوفوا لا ماس ديال اش، مثلا افترضوا على سبيل المثال خرجت لينا مثلا دونك مثلا فرضوا حنا خرجت لينا مثلا 47 كاع مثلا هنا 47، دونك هذا لا ماس ديال النوايو خرجت لنا 47. دابا غندوزو نشوفو لا ماس ديال لاطوم، لا ماس ديال لاطوم ساهله ماشي شي حاجه هي اللي صعيبه يعني باش تخلعكم ولا شي حاجه، دونك لا ماس ديال لاطوم هي ساهله، لا ماس ديال لاطوم شي حاجه تري فاسيل. غادي نبدلو غير هنا لا ماس ديال النوايو غنديرو بلاصتها لا ماس ديال لاطوم، لا ماس ديال لاطوم، لاطوم لا ماس ديال لاطوم كيفاش البلان ديالها، كيفاش كنديرو كنحسبو لاماس ديال لاطوم؟ لاماس ديال لاطوم الدراري ساهله، باش كتجي كتكتب لاماس ديال لاطوم كتكتب غير ام ا تي ولا ام تي كاع بلا ما دير هاد ا، لاماس ديال لاطوم ام تي كتساوي لاماس، تكتب لاماس كاع ولا تكتب غير ام ديال النوايو، لاماس ديال النوايو اللي تتكون ديجا حسبتي، زائد زد فوا ام او فوا ام او. شنو قلنا لاماس ديال النوايو؟ لاماس ديال النوايو مثلا حسبناها حنا خرجت لنا قبيله هضره، خاصك تكون حاسب لاماس ديال النوايو، لاماس ديال النوايو حسبناها مثلا هي 47، حنا ديجا حسبناها هي هذيك فوق الاولى، حنا مازال كنحسبو في نفس يعني نفس هذا العدد نفس ديال هذا يعني هذا السيليسيوم. دونك زائد زد، زد شحال عندنا هنا؟ عندنا 14 زائد 14 ياك فوا ام او، ام او هي قلنا ما كتبدلش يعني لاماس ديال لي زيلكترون، ها هي لاماس ديال لي زيلكترون، ها هي كما كتشوفوا 9.109 في 10 اس ناقص 28، دونك فوا 9.100 و 9 فوا 10 اس ناقص 28 غرام، حتى هي دونك
غتخرج لكم لا ماس ديال لاطوم هي هذه. دونك يعني شي حاجه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كتحسب لا ماس ديال النوايو من بعد كتحسب لا ماس ديال لاطوم. دونك راه من بعد غنديروا دي زيكزيرسيس ودي زيكزامان باش هكا تفهموا اكثر. دونك قالت لنا اخر حاجه تقريبا هي لا ماس مول اف ام. لا ماس مول اف ام كيفاش كنديروا تنحسبوا؟ عندنا ام غوند ام كتساوي لنا ان ا يا ثابته افوكادو باش كتعطانا فوا لا ماس ديالاش ديال لاطوم فوا لا ماس ديال لاطوم اللي كتكون حسبتي. هادي راها سيطان لا ماس ديال لاطوم. هادي ثابته افوكادو. ثابته افوكادو هي كتكون معطيك. هادي كتكون ديجا حسبتيها فوالا. اوتر ميثود مثلا ما حسبتي لا ماس ديال النوايو ولا لا ماس ديال لاطوم كيفاش كيمكن لك تحسبها؟ مثلا غنعطو مثال. غنعطو مثلا غنكتبو لكم هنا غنكتبو مثلا هنا ندير لكم اوتر ميثود. اوتر ميثود مثلا قالك السيدي غنكتب لكم بالزربه غنكتب ونرجع معاكم. دونك هادي اللي عطيتكم دابا قال كالكولي لا ماس مولير دو ميثانال اش 3 سي او اون دون. عطاونا لا ماس الكتله ديال الهيدروجين لا ماس ديال لا ماس عفوا لا ماس ديال الهيدروجين لا ماس ديال الكربون ولا ماس ديال الاكسجين. هاد الطريقه ديجا تكون خدمتو فيها في الباك. يعني كيفاش كدير الطريقه؟ الطريقه سهله تري فاسيل. دونك كتجي كدير ام شنو كتساوي؟ كتساوي عندنا شحال مثلا كنشوفو واش عندنا مثلا ديالاش كنشوفو الهيدروجين شحال عندنا. الهيدروجين عندنا 3 وشحال كيكون يعني العدد ديالو يعني الهيدروجين مثلا الاكسجين شحال كيكون فيه؟ الاكسجين كتكون 16 مثلا الكتله ديالو خاصكم تكونوا حافظين هادشي. دونك الهيدروجين كيكون عنده 1 دونك كتشد 1 كتضربو في 3 ياك زائد زائد فاش شنو كدير؟ زائد غنشوفو لي زوتر ديال الكربون. الكربون شحال عندنا؟ عندنا 1 الكربون شحال كتكون عنده يعني الكتله ديالو؟ ديجا عطاوها لينا راه 12. دونك لا ماس ديالو ديال الهيدروجين 1 لا ماس ديال الكربون 12 خاصكم اللي ما عطاوش لكم تكونوا عارفين. الكربون عندنا غير 1 يعني غدير زائد 12 وكان مثلا السي 2 غدير 12 فوا 2 زائد الاكسجين شحال عندنا؟ الاكسجين عطاونا 16 وعندنا غير 1 مثلا كون مثلا كون دايرين جوج هنا غنديروا 16 في 2 دونك عندنا غير 1 زائد 16 صافي. وغتحسبوها راه تخي فاصيل كتخرج لكم مثلا 31 غرام ياك على المول. دونك هذه هي طريقه اخرى ديال البكالوريا او ما يسمى يعني بشي حاجه يعني ديجا حسبتوها قبل. دونك دابا غادي نشوفوا مثلا ولا خلي حتى الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غنديروا فيه يعني اكزيرسيس على داك الشيء ديال لي زيزوتوب. لي زيزوتوب كيطلبوا فيكم لا ماس اتوميك دي ديفيرونت ايزوتوب. غادي نعطيكم واحد ليكزيرسيس غيكون من مورا هذا يعني بحال كيفاش تحسب لا ماس اتوميك ديال لي ديفيرونت ايزوتوب يعني ديال النظائر. فوالا هذا هو الفيديو. غنخليكم الفيديو الاخر ان شاء الله غيكون مورا هذا ان شاء الله تسابلو باش ندخلوا في لا كونفيغوراسيون الكترونيك بالزربه نحيدوها وندخلوا للشي الاخر. يلا الله يعاونكم وبون كوراج ان شاء الله وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم.